تعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة طبعاً لمنخفض جوي، وإحنا في القيادة العامة لشرطة الشارقة عندنا خطة طبعاً استباقية في موضوع مراكز الإيواء، ولله الحمد طبعاً تم فتح مركزين إيواء في مدينة كلبة اللي هي مدرسة الشفاء بن عبد الله ومدرسة الشهداء، وكذلك عندنا الفنادق. طبعاً إحنا منذ بداية هطول الأمطار تم نقل الأسر المتضررة إلى مراكز الإيواء وتقديم كافة الخدمات المطلوبة في حياتهم اليومية، طبعاً بالتنسيق مع دائرة الخدمات الاجتماعية والهلال الأحمر، طبعاً مستشفى كلبة كذلك. طبعاً المستشفى دائماً ببذنا بطاقم طبي للتأكد من صحة القاطنين في مراكز الإيواء، هذا بالإضافة طبعاً إحنا هنا نقدم لهم دائماً الخدمات بالنسبة للأطفال بالضبط، اللي هو مثل ما تشوف أنت حالياً الفعاليات عشان شوية نلهيهم ويعيشون حياتهم اليومية الطبيعية. طبعاً القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني ومع بلدية كلبة في طبعاً إعادة تهيئة المدينة كما كانت عليه طبعاً، والأسر ما راح ترجع طبعاً منازلها إلا بعد التأكد من سلامتها كامل من ناحية الكهرباء والنظافة وصحة البيت بشكل عام بإذن الله إن شاء الله.